يعني متعب نور عم خميس أكبر مشجعي النادي المصري في بورسعيد. ما يغركوش إنه قاعد هادي وأمير كده، ده بيتشقى من ساعة ما جه. بص البصة. أنا ما اتشقتش ولا حاجة، أنا لما شفت وشك اتشقيت. لا عشان أنت أصلاً ليكي طلعة غريبة عند الناس وربنا يحب فيكي خلقه. الله يخليك يا رب. الشقاوة مش شقاوة، الشقاوة شقاوة حب في الشخصية اللي أنا جاي قاعد معاها. روح الله العظيم، أنت الناس كمان حابينك قوي. ربنا يكرمك وربنا يكرم الكاست كله كمان. الله يخليك يا عم خميس. قول لي أنت، أنت عاجبك كده إن الماتشات ما يبقاش فيها جمهور؟ زي أكل طبيخ معمول أو أكل معمول مش لاقي ناس تاكله. أو حاجة معمولة من غير بهارات. يعني من غير فلفل، من غير كمون، من غير شطة. مالوش أي طعم. زي إحنا كده بنشتغل مسرح على صالة فاضية. ما بالظبط كده، نفسها مش كده؟ زي ما تكون بتشتغل لحضرتك مسرح والصاله ما فيهاش الا نفرين، واحد نايم وواحد بيأزأز لب. طب قول لي انت، ابتدى ازاي عندك حب النادي المصري وايه اللي يخليك تبقى مع الوقت كده اكبر مشجع في بورسعيد للنادي؟ الاول البدايه الحمد لله كنت ولد صغير بحب النادي المصري. كنا نروح نقف عند النادي زمان قبل ما نهاجر بثلاث اربع ساعات، ما كان ايام الجناك جبس طبعا، وحضرتك عارفه ان كانت العمليه ناشفه شويه، فما معناش ان نجيب التذكره. فنقعد واقفين من عند النادي من على البحر كده لغايه ما يحنوا علينا ويفتحوا لنا الابواب، لان ما كانش معانا فلوس للتذاكر، كنا عيال صغيره كلنا. فنقف نستنى بقى لغايه ما يحنوا علينا، يجروا ورانا السواري شويه بالحصينه بالبتاع لغايه ما نخش الميه، تبقى الميه لغايه هنا، نرجع تاني لغايه ما يزهقوا مننا، يروح فاتحين لنا الباب ومدخلنا كويس. نتفرج على الشوط الثاني، شوط وربع، شوط ونص، اكتر ما كده ما كانش مسموح لنا عشان العمليه كانت ضعيفه معانا شويه. وبعد كده ربنا كرمني ويعني اما هاجرنا بقيت اسافر ورا الفرقه واروح واجي ورا الفرقه وبتاع ماتشات وماتشات. يعني كانت فين بقى الفرقه مستقره فين؟ يعني مثلا كانوا بيتدربوا في راس البر، نلعب في دمياط، نلعب في طنطا. فانتوا يا عيني وراهم بقى. ما هو ده اخت الصومال بتلف بقى، وايام الكاوتش بتاع باته اللي هو ابو سبع ساخ ده والصابع خارج منه، يعني حاجه يعلم بها ربنا. ونركب القطر فوق، ما احنا كنا مهاجرين. والمادة كان سنه كام تقريبا؟ بعد 67. بعد 67. فكان عندنا لاعيبه، حتى اللاعيبه كانت ظروفها تعبانه وظروفها ضعيفه، وكانت برضه بتجاهد وبتجري وبتيجي، واللي يجي من هنا واللي يجي لوحده واللي يجي بتاكسي واللي يجي في قطر واللي يجي عشان يلعبوا المطوشه برضه. يعني احنا حالنا كان واحد، حالنا وحال اللاعيبه كان واحد. لغايه ما رجعنا بامر الله. رجعنا بامر الله، كان 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 كنت انا بشتغل تحت قياده واحد اسمه العرب عبد العظيم الله يديله الصحه. بطل من زمان. كنت انا بشتغل تحت قيادته، انا بمسك مظهر كبير وهو يشتغل ويجري له ويعمل انا ما يبص، ما حدش يقول لي ولا الا في الحته دي. طب استنى يا عم خميس بس، خليني معاك حته حته. شغلتك انت اصلا ايه؟ انا بشتغل رئيس بحري في المنى. الله. سواق لانش. والله دي شغلانه جميله على فكره. في الرباط، في شركة القناة للرباط وأنوار السفن.
وجدولك بقى بتاع الشغل كان كنت تقعد تظبطه بقى مع جدولي بتاع الشغل. كل الاجازات بتاعتي بتبقى بالمطوشه. يوم الماتش يبقى ده يوم اجازه. يعني انا ممكن ابقى تعبان واروح الشغل، ممكن ابقى مريض واروح الشغل، وتيجي تحوش الاجازه عشان الماتش، وممكن يتخصم لي حوافز ويتخصم لي الحاجات دي عشان المطوشه. مش فارقه العمليه، المهم النادي. فالعم العربي هو اللي وحيد اللي يقول لك العربي اللي كان بيشغلني. بيشغلك يعني ايه شغلك بقى؟ هقول لحضرتك. قول. احنا كنا بندخل المدرج مع بعض، بنوضب شغلنا وبيوضب شغله وبتاع، وهو بيجري انا بجري وراه. يعني انا لياقتي عاليه كانت الحمد لله ايامها، وكنت بجري وراه. فحصلت مشكله، يا مشكله الزمالك، بعدها هو بطل. ايه مشكله الزمالك؟ مشكله الزمالك اللي كانت بتاعه الجون بتاع نصر ابراهيم من في حاجه و80 كده. فبعدها هو بطل. برضو العربي بطل. كانت الناس عملت مشكله في المقصوره ومسكوا الناس اللي في الدرجه الثالثه، فعم العربي كان معايا. وبطل بقى بعدين. قعدت انا بقى مسكت الموضوع. طيب ثانيه واحده بس، عشان انا مش كرويه. ماشي انا قبل كده في حلقه تانية بتاعت كابتن حسن شحاته، بصراحه يعني انا قلت ان انا طشت في الكوره، فانت خدني معاك كده حبه حبه. لما تخليها بتاع حاجه بلاستيك عشان الطشت مش حلو قوي. لا حلو، ده الطشت كبير كده ولمونيا. هنا يبقى الطشت قال لي خلاها ما قاليش. طيب احكي لي تاني ماتش الجون ده اللي عمل فيه اللي حصلت فيه المشكله. يوم كره نصر ابراهيم دي كان في ماتش ده الزمالك. فريق الزمالك. والزمالك انت عارف ان معلش اسئلتي عبيطه بس يعني خد. لا مش عبيطه. اسئله مظبوطه مش عبيطه. طب انت هتقعدي تقللي من نفسك كده وانت لا اصلا؟ لا والله العظيم ما بفهمش. وانت اصلا ده جبل. ما تقعديش تقللي من نفسك، ده تواضع مثلا. الله يخليك. المشكله مش سؤال، مش لا سؤال جوهري وسؤال جميل يعني. كان في هجمه لنا قبل الماتش ده، في الماتش ده كان في لنا هجمه مع جمال جوده. انفراد واتعمل عليه فاول قبل الانفراد ده. فراح الحكم مصفر فاول. بعد ما انفرد وبقى هو والجول. اتعدد الكره نفس الكره مع نصر ابراهيم. راح والشد وانفرد. ما صفرش الحكم. فدي سبب المشكله. فالمشكله فالمشكله كانت في المقصوره. خلصت من المقصوره، اجوا مسكوا اللي في الدرجه الثالثه، هم اللي لقوا كده. قامت خناقه بقى ولا ضرب ولا شتايم؟ لا الكرسيان اتلقوا وخلصت الليله على كده. ما كانش الحاجه ما كانتش بتوصل زي ما بتوصل الوقت. الحاجه كانت الاول بتوصل للشتمتين، لو علت او يبقى كرسي او يبقى ازازتين ميه فاضيين. اكتر من كده ما تعلاش. لان الناس يعني كانت مدركه ايه اللي يحصل، ويبقى قاعد وفاهم وقاري الليله ممكن يحصل فيها ايه او الموضوع يحصل فيها ايه. والله الموضوع ده انا عايزه كنت احكي فيك شويه فيه شويه، لانه انا فاكره انه لما كنا بنشوف الماتشات المشجعين كانوا بيبقوا حاجه طعمه جدا في الماتش، مشجعه جدا للفرقه بتاعتها. عمر ما الموضوع زاد على عن انه يبقى هنقول عليها مناوشه مناغشه. قبل الماتش الناس كانت بتيجي تقعد معانا، بتوع الاهلي بتوع الزمالك والشباب الصغير ده اللي مسك قبات كان بيجي يقعد ويشربوا قهوتهم وشايهم، واروح اوصلهم او ابعت حد يوصلهم لغايه ممكن انا اوصل ناس كده مثلا لغايه ما يوصلوا عند الباب. الف ناس تانية تروح شتماني، عارف انا مثلا تروح شتماني، مفيش مشكله. هو الماتش اوله شتومه اخره شتيمه، شويه المشاكل عادي، والناس تنزل عادي في البلد تمشي. انا من مصلحتي، انا ما بشتغلش في السوق، بس انا من مصلحتي ان الناس تمشي في البلد. طبعا من مصلحتي الناس تنزل وتشتري وتبيع. طبعا طبعا مش من مصلحتي كشخصيه، من مصلحه بلد، ان المفروض ان احنا كلنا نبقى رحمين ببعض. بالظبط. او نبقى بنحب بعض. لان في الاخر وفي الاول ده وطن، بورسعيد، السويس، اسماعيليه، القاهره، ده وطن. اللي بيحب الوطن يخاف عليه، اللي ما بيحبوش يسيبه ويتمشى. من الاخر والله اريح اريح، اللي ما بيحبش البلد يسيبها ويتمشى، اللي بيخاف عليها يقعد. انت شايف التعصب ده جه منين؟ انت بتكلمني على جو انا يعني كمشاهده من بعيد شفته. ماتشات حلوه، كبيرها خناقه، كلام فارغ، كبيرها ازازه ميه فاضيه، يقولوا البعض مش عارف ايه وخلاص في الهوا كده. يوم ما اي حد يخرج عن المألوف في مصر كان بيبقى طوبي. ده اللي خرج عن المألوف. ايه اللي خلى الناس بقت كده؟ اللي حضر العفريت، العفريت اتحضر هنا. هنا فين؟ في مصر، في القاهره. بدا بالاهلي وبدا بالزمالك. طبعا كل الناس الكبار بتوع الاهلي والزمالك ناس
عمرها معانا وعمرها بتاكل عشي وملح معانا وعمرنا بنزورهم وبيزورونا وكانوا ناس زي الفل. وكانت اكبر مشكله بتخلص زي ما حضرتك كده، يخلص الماتش تلاقي الناس قاعده على القهوه عندنا بيشربوا شايهم وقهوتهم عبال ما يسافروا بيتعامل معاهم صح. احنا العكس صحيح، يعني مش احنا بس اللي بنعمل الواجب، لا احنا كنا في القاهره يتعامل واجب. اسكندريه وصلت لنا ايام ان احنا كنا اكتر من اهل اسكندريه واسماعيليه، كنا وصلت ايام ان احنا بقينا زياره جواز، واحد عنده بنته بتتجوز، واحد عنده ظروف مش عارف ايه، واحد مريض، واحد ده، كانت الزيارات عامه بقى، يعني العمليه دخلت دخلت صله رحم وعائله وبتاع. اتلمت اتفركشت بعد كده الدنيا من بعد الموضوع بتاع بورسعيد، بتاع موضوع بورسعيد اللي حضرتك سالتني فيه اللي هو التعصب. التعصب بدا من هنا. طب قول لي، ايام ما كان مثلا المنتخب بيروح يلعب الماتشات بتاعه افريقيا كنت بتبقى فين؟ بتعمل ايه؟ ايام انا ما سافرتش معاهم ولا سفريه عشان حضرتك تعرفي. يكون انا كنت في المطوشه اما كانوا مثلا يجيبوا لنا ماتش بورسعيد كاننا هنحارب اسرائيل يوم الماتش ده. صحيح. المنتخب يقعد ويجي ويتعمل له استقبال. يعني في مره جبت المنتخب من عند الفندق اللي نايمين فيه لغايه ما وصلتهم عند نادي المريخ. المسافه دي بتاخد 10 كيلو. وانا بجري قدام العربيه يا حبيبي، واوقف العربيه والعب ضغط عشان اللي كانوا في العربيه يقولوا لي ايه. يقولوا لي انت تعبت ومش عارف ايه. كان متهيألي الكابتن مصطفى يونس كان اللي مع الفرقه دي. يقول لي انت تعبت، اروح موقف العربيات وقايل للتكوسه والناس، لان انا عملت لهم زفه ما اتعملتش في مصر كلها. اروح واقف ولعب ايه ضغط قدام العربيه، لو النبي 50 60 ضغط كده عشان ايه، اقول له انا لسه ما تعبتش، واروح قايم جري. وخد بالك ممكن اكون تعبان. انت ولا بتضرب روحك بقى. ما هو ساعة التشجيع ده، ساعة ما تقولي مصر او ساعة ما تقولي وطن، اللي يدور على حاجة ورا الكلام ده يبقى راجل عبيط ويبقى ما بيحبش الوطن. الوطن ثم اي حاجة تانية بقى ما تفرقش معاك حاجة. ما هو الراجل اللي راح يحارب عشان مصر ده بيبص وراه على حاجة؟ ما عنده بيت وعيال واللي واللي والناس اللي بتموت في سينا واللي بتموت هنا واللي بتموت هنا. بص لحاجة وراها؟ لا. اما تلقى عسكري واقف او ظابط واقف يقول لك برضه مانيش ماشي من سينا، برضه مانيش ماشي مش عارف ايه، برضه الوطن. كلنا نموت عشان رملايه من الوطن يا حبيبي، مش عشان الوطن كله. فحته وطن وحته منتخب مصر والكلام ده لازم تكون عندك لها الاولويه ولها القمه العاليه ولها كل حاجه كويسه. ان انت ما يبقاش قدامك الوطن تعبان والعب ضغط واجري عشان اوري اللي جوه ان انا راجل كبير اهو، وضغط وضحيه ومش عارف ايه. يا اللي في الملعب بقى يعني ما شاء الله قوام رياضي جدا الحمد يعني لله رب العالمين. على امل ان شاء الله الكره ترجع بالجمهور، يعني ترجع الماتشات حلوه والاخلاق تبقى زي ما كانت. هنخترع يعني كانت كده. سمعني بقى ابداعاتك انت في الهتافات. لا وانا انا 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 هقول لحضرتك الاول اغنيه العب يا مصري عشان انا حاطط فيها ايه اسم حضرتك وبتاع. لو النبي امال ايه، انت ما سمعتهاش وانا واقف؟ لا ابدا، كنت عامله نفسي مش واخده بالي يعني. قدر ان انت خدت بالي. اذن يعني. العب يا مصري، العب العب يا مصري، العب ورينا الحرفانه، العب يا مصري، متشوق من كام سنه، العب يا مصري، العب شوط سجل يا مصري، سجل يا مصري، العب وقلوبنا بتدعي لك، العب يا مصري، اسعد يونس هتغني لك، العب. ما تقولي ورايا العب يا مصري. حاضر حاضر حاضر. العب يا مصري، العب العب يا مصري، العب وردينا الحرفانة، العب يا مصري، متشوق من كام سنة، العب يا مصري، العب وقلوبنا بتدعي لك، العب يا مصري، ركز وشغلوا لا يغنوا لك، العب يا مصري، العب شوط سجل يا مصري، سجل يا مصري. طب التانية اللي دي اعملها لي. يا مصري العب، العب واكسب، راجل على طول جوه الملعب. Oh, 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 oh,
نورتني والنبي يا عم خميس. ربنا يخليك يا استاذه، ربنا يخليك. انا سعيد والله بوجودي معك. ربنا يخليك. وانا والله سعيد بوجودي معك.